أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن النمو الاقتصادي الإيجابي والمتسارع الذي تشهده المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد واكبته دفعة قوية لتوفير بنية تحتية ذات معايير عالية الجودة من خلال مشاريع استراتيجية على كافة الأصعدة لا سيما مشاريع الكهرباء والماء. وقال معاليه إن إيمان الحكومة الموقرة بأهمية الكهرباء والماء بوصفهما مصدرا مهما من مصادر الطاقة والعصب والمشقل لسائر الخدمات والقطاعات الأخرى دفعها من خلال هيئة الكهرباء والماء لتخطيط وتنفيذ مشاريع نوعية بقيمة تتجاوز 1.53 مليار دولار أمريكي وذلك لمشاريع تم تنفيذها خلال فترة العقد الماضي وأخرى يجري تنفيذها ويؤمل الانتهاء منها خلال الأعوام المقبلة. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد ترأس عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء حول مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء. وخلال الاجتماع عرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة عن شكره وتقديره لسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ولكافة منتسبي الوزارة والهيئة على الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ ما التزمت به الحكومة في برنامجها للأعوام 2019-2022 من مشاريع ذات صلة بتطوير شبكات الكهرباء والماء والتي من شأنها أن تؤمن بيئة داعمة للتنمية المستدامة وتعزز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه ورفع كفاءة واستخدام أو رفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة. وقال معالي إن المتتبع لخارطة مشاريع هيئة الكهرباء والماء يجد أنها تستهدف تحقيق الغاية الرئيسة والمتمثلة في ضمان وصول الطاقة لكافة مناطق المملكة وإمدادها بهذه الخدمة الحيوية بانتظام وبشكل مستدام لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها. ويحق لنا أن نفخر بما حققته هيئة الكهرباء والماء من نسب إنجاز مرتفعة بلغت 78% كمتوسط لتنفيذ مشاريعها ضمن برنامج الحكومة الحالي وذلك لغاية مايو المنصرم. وأوضح معاليه أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبيئة التحتية تولي اهتماما خاصا بمشاريع هيئة الكهرباء والماء وتعتبر مشاريعها من الأولويات التي تتابع تنفيذها وسير العمل فيها وتهتم بالتنسيق فيما بين الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لضمان تنفيذها بالكفاءة المطلوبة وبخاصة مع وزارة الإسكان التي قامت بجهد مقدر على مدار السنوات الماضية في سبيل تنفيذ المدن الإسكانية تأكيدا على المبدأ الذي اعتمدته اللجنة والمتمثل في تزويد المشاريع الإسكانية بالخدمات المطلوبة وعلى رأسها الكهرباء والماء بشكل متزامن مع الإنجاز في الأعمال الإنشائية بما يكفل توفير عنصر الاستقرار ومعيار جودة السكن ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية.